غير آبهم بخطر ذلك على حياته، يعمل صدام مع زملائه في الحدادة تحت أشعة الشمس اللاهبة رغم تخطي درجات الحرارة نصف درجة الغليان، فهو لا يجد سبيلاً آخر لكسب قوت يومه. احنا هاي متعودين على الشمس هذا لين 24 ساعة شغلنا بيه، زين اكو عالم ما تتحمل تتخربط توقع يغمو عليه او تشوفه يوقع، فاحنا متعودين على الشمس، زين اذا قعدنا احنا منو يطينا؟ ما حد يطينا، فهو شغلنا هذا احنا. موجة حر شديدة تشهدها البلاد منذ ايام نتيجة تكرار تعمق منخفض الموسمي الحراري. هيئة الأنواء الجوية أكدت في تقرير أن 13 مدينة عراقية تجاوزت فيها درجة الحرارة 50 مئوية، ضمنها العاصمة بغداد، محذرة المواطنين ولا سيما ذوي الأعمال الشاقة من التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظا على سلامتهم. أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية الرصد الزلزالي لوزارة النقل العراقية تقريره الخاص بتأثر البلاد بموجة حر شديدة نتيجة تكرار التعمق المنخفض الموسم الحراري. حقيقة احنا حددنا بتقريرنا المناطق اللي هذا تتأثر أكثر شيء المناطق الوسط، أغلب مناطق الوسط والمناطق الجنوبية، يعني تقريبا اليوم شهدت المناطق الوسط من 49 إلى 50 درجة مئوية، عندنا العاصمة بغداد اليوم سجلت 51 درجة مئوية. يتزامن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع انحسار كبير لمنسوب نهري دجلة والفرات وتراجع ساعات تجهيز التيار الكهربائي، وهو ما يفسر التحذير الأممية عبر المفوض السامي فولكر تورك من أن موجة الحر التي يشهدها العراق وآثارها على البيئة والاقتصاد هي بمنزلة إنذار للعالم أجمع. خوفا من استمرار تفاقم أزمة التغير المناخي وبالنظر إلى أن العراق الأكثر تضررا منه، يخشى العراقيون من أيام عجاف تزداد فيها أوضاعهم سوءا ولا سيما في ظل تدهور ملف الكهرباء. رائد المعموري، ترتعربي، بغداد.